اوكي، السلام عليكم، اياكم اخوكم ايقاع فيديو جديد. واليوم الشباب جايب لكم مقطع ماينكرافت. طبعا في هذا الفيديو راح اورجيكم اعداداتي زائد حل مشكله الرايت كليك في ماينكرافت الجوال بماوس الكيبورد، وبس اعطوها لكم في المقدمه. ويلا خلونا نبدا الفيديو. طبعا اول شيء يا جماعه راح اورجيكم اعداداتي، بعدها راح اورجيكم يمكن في اخر دقيقتين او شيء او ثلاثه راح اورجيكم حل مشكله الرايت كليك. طبعا خلونا الحين ندخل الى الاعدادات، بعدها راح نذهب الى ماوس الكيبورد. طبعا هذه حساسيتي اللي هي 50، و سبيجلاس دامبن بخليها دائما 100، وانا مفعل الاوتو جامب كمان فول كيبورد جيم بلاي، وسموث روتيشن سبيد هذه مخليها 100 احسن، لانه اذا ما سويت ترى هذا الفول كيبورد جيم بلاي فراح يطلع لكم هذه الخيارات، وهذه الخيارات ترى ما هي مهمه، فانصحكم انكم تفعلون هذا الخيار. بعدها كما تشوفون هذه اعداداتي راح اورجيها لكم بسرعه كده على السريع. اوكي، طبعا اول شيء هني الاتاك او ديسترويد اللي اضرب بيه اللي هو البوتون واحد اللي هو الكليك العادي الكليك يسار، اليوز ايتم اند بليس بلوك اللي احط بها بلوكات اللي هو حرف اي، واللي ارمي بيه الاشياء وكده اف، وبعدها كده هذه اللي ابدل بيها بالانفنتوري. اوكي، ومخلي السبعة والثمانية والتسعة سي في اند بي، فيب الانفنتوري افتحه بار، بعدها توجل بيرسبكتيف مدري ايش الاف خمسة، اوكي اللي هو اف فايف يعني لمنظور شخص ثالث وكذا. انقز بيها سبيس اللي اشفت فيها الشيفت عادي مرة، اوبن شات بالتي الايموت زيرو، ده بالكنترولر الكنترولر اللي يلعب كنترولر صراحة هذه اعدادات كده الكنترولر اللي يلعب بالكنترولر فاياب. طبعا انا كنت العب بالكنترولر بس حرفيا بيض، واني التاتش هذه التاتش يا شباب اعدادات التاتش. طبعا انا كنت مسويها سبليت كنترول بس صار في ناس تلعب بالماوس كيبورد فخليتها سبليت كنترول ديزاكتيف، فيب البوتون سايز انصحكم دايما تخلوها 100 عشان تتحكمون فيها بسرعة. البروفايل صراحة ما هو شيء مهم. اوكي، بعدها اللي هو ويت الفيديو. اوكي، البرايتنس مخليها صفر، ليش يا خالد مخليها صفر؟ عشان اني مركب ريسورس باك البوشن انفيزيبيليتي، فيب يمديكم انكم تحصلوه في قناتي. بعدها هذه يا شباب تخفي الايد، فيب مخليها ديزاكتيف عشان ما ابي صراحة اني اخفي الايد او شيء. سكرين انيميشن هذه كمان خلوها تفعيل، وال اتش يو دي اوباسيتي يعني حق الشفافيه حق الانفنتوري فخلوها احسن 100%. اوكي، الاف او في بخليها 80 احسن شيء صراحه. ويب هذه هي الاعدادات. طبعا انا مخلي او مسوي ديزاكتيف للفانسي جرافيك عشان ما يكون في لاج، وكمان السماء ملغيها كمان عشان ما يكون في لاج، فصراحة يعني هذه مو مهمة ترى الجرافيك وكذا، المهم انه تكون عندك في بي اس مرة كتير. كمان اللي هو هذه عشان انكم تسوي اعدادات زي تقريبا البي سي لما تفتح الشيس او شيء مخليها اني ترى كلاسيك فاحسن شيء كمان. ويب هذه اعداداتي. الاوديو صراحة ما فيها اشي كمان يعني زي كذا بس، يعني يمديكم انكم تغيرون فيها عادي. ويب هذه اعداداتي. ودخلنا الى جيم سكاي وورز عشان احكيكم عن مشكلة الرايت كليك. طبعا شباب الرايت كليك ترى مشكلة كتير ناس يواجهوها حرفيا، وانا من الناس اللي واجهتها ولسه قاعد اواجهها، فيب انت دخلت الحين على الفيديو عشان انك تعرف مشكلة الرايت كليك. طيب خليني اشرح لك الحين، في كتير ناس ما بحثت في اليوتيوب وكذا عن مشكلة الرايت كليك، وانا حرفيا ترى ختمت اليوتيوب ختمت جوجل شفت اراء الناس هل يواجهون نفس المشكلة ولا لا، فلقيت انه ترى في كتير ناس يواجهون هاي المشكلة انه لما يضغطون الرايت كليك يسوي لهم زي كذا، عرفت يعني يرجعهم زي زر الرجوع. كمان انا ترى عندي مشكلة الرايت كليك كنت اواجهها ايام ما كنت العب بالتول بوكس، فالحين لما ماينكرافت سوى التحديث 1.17 الحين يمديك انك تلعب عادي بماوس وكيبورد بدون اي مشاكل، فحرفيا ترى ختمت اني ام المقاطع حق اليوتيوب الناس اللي تتكلم عن هاي المشكله حق الرايت كليك، حرفيا شاهدت المقطع كامل وما في اي فائده.
كفو يا الغدرة. أوكي ما في أي فائدة حرفيا. ذهبت لجوجل عشان أعرف الحل حقتها حرفيا. لقيت كمان ناس يعانون من نفس المشكلة ويدورون الحل. فايب والطلع المشكلة إنه اللي سووا أندرويد أو نظام الأندرويد نفسه. لأنه لما جو عطوا برمجة للكمبيوتر قالوا لهم ترى في الماوس إذا جيت شبكة الماوس في الأندرويد فراح تعطيك زر الرجوع. فيب لذلك الحين لما أنك تجي تضغط زر رايت كليك فيعطيك رجوع. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية صار يمدي إنه ماينكرافت تسويها. بس الحين المشكلة ماينكرافت زبالة خلت الرايت كليك ما يسوي شيء حرفيا. صار الحين أنا قاعد الحين أضغط الرايت كليك كما تشوفون وما قاعد يسوي ولا شيء. في الأول كان يسوي زر الرجوع بس الحين صار يخليه ما يسوي ولا شيء. فيا ماينكرافت تكفون يا أخي خلوها يسوي شيء على الأقل. يعني نبني كده نسوي جيتر كليك نسوي درك كليك يا أخي والله حرام ما يصير كده ترى. فايب لذلك المشكلة حرفيا ما لها حل. أنا آسف لأنك دخلت الفيديو عشان أنا أورجيك الحل بس حرفيا عشان بس أوضح لي بعض الناس اللي تيجي تكتب لي ترى في التعليقات. حرفيا كل مقطع نزله ألقى واحد خالد تكفى حل مشكلة الرايت كليك. أقول لهم ترى ما في حل المشكلة من النظام نفسه حق الأندرويد وما يصدقون. يقولوا لي تكفى يا أخي أنت كيف تبني. أنا أقول لهم زر في الكيبورد. يقولوا لي كيف زر في الكيبورد. أفهم 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 ما في. فيب طبعا هذا الفيديو سويته بس عشان هاد الناس وآسف ترى اللي دخل الفيديو ما استفاد ولا شيء. هذا الفيديو بس توضيح للناس اللي تقول في كل مقطع حقتي خالد الرايت كليك تكفى الرايت كليك تكفى حل مشكلة الرايت كليك انت قاعد تبني وكده. صار يا قلبي انا قاعد ابني بحرف اللي هو الاي في الكيبورد بس. هذا هو الحل الوحيد اللي يمديك انك تسويه في هاي الفترة. فانا صراحة لو كنت يوتيوبر مشهور او شيء كنت راح اسوي هاشتاك في تويتر وامنشن ماينكرافت. طبعا انا اعرف كتير من الناس في امريكا وكده فيمديهم انهم يشاركون كمان معايا في الهاشتاج وكده بس انا ماني يوتيوبر مشهور او شيء فحرفيا راح يشاركون يمكن 10 او شيء او اقل. فايب لذلك كنسلت هاي الفكره. فايب ان شاء الله اذا وصلت فوق ال 50,000 مشترك او شيء باذن الله فيمديني اني اسويها ويكون مشاهداتي كثير حلوه فيمدي ان الناس تستفاد وكده ومنشن ماينكرافت في تويتر. وبس وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا بالضغط على زر لايك واشترك في القناة. كان معكم اخوكم خالد أويقاعي ومع السلامة. Peace out.